ويمكن في نفس الوقت لأنه حضرتك صاحب بيت فأنا هحتاج أفهم في كبسولات شديدة التكثيف، ليه يبقى طول الوقت ولاد صغيرين زي الفل بيفكروا في الأمور في شتى المناحي باعتبارها المعادلات الصفرية؟ في الثانوية العامة ده أنا لو الامتحان صعب أعمل وأسوي، بحب فلانة لو حصل كذا أعمل وأسوي، لو قلت كذا لأبويا ورفض أعمل وأسوي. ليه العيال مش متحلية بالأمل وبالإصرار على تحقيق حلم ما؟ لا بص يا فندم، هما مش بيقولوا هنعمل، هي القصة بيعملوا. هي القصة إيه؟ في عندنا فئة اسمهم العصابيين في مرحلة سن المراهقة. أوكي. فترة عصابيين أهلهم عارفين إن الأولاد دول عصابيين. بيقلقوا بسرعة، بيتوتروا بسرعة، دايما عندهم صداع، دايما بيشكوا مع أي ضغوط، بطن بتوجعني، عمال ياكل في ضوافره، إيده ساعة مع المشاكل. يعني هو عارف إن ابنه متوتري. ما بيحاولش يقرب منه. بنضغط عليه شوية. أي ضغط نفسي، مادي، تعليمي، عاطفي، أول حاجة يفكر فيها هذا الشاب الوسيم أتخلص من نفسي. في حاجة كده اسمها adolescent crisis، تدهور سن المراهقة. أنا عايز، المشكلة دي كبيرة، أنا أموت. بعد ما بينتحر لا قدر الله توفاه الله، خلاص ما حصلش الوفاة، يقولك إيه التفاهة دي؟ هو نفسه لما أكون قاعد معاه بقى يطلبوني دكتور جمال تعالى شوف الولد ده، يقول لي انا ما اعرفش ايه التفاهه ده، واحد كلمني في التليفون وقال لي انا هعمل فيك، ده مكالمه في التليفون، رحت طالع رميت نفسي من الدور التاسع. ده ولد مامته بتقول له انا في الفرح عايزه كراسي معينه لولاد خالتك، قال لها لا انا عايز اصحابي اهم. طب راحت عشرين ايده. ياه. انا بقول ما احنا مشكلتنا ان احنا بنفكر بتفكيرنا احنا مش بتفكيرهم هم. العصابي المراهق هو عنده اول حاجه بلاك اوت بتنزل على دماغه التخلص من حياته. دي اعلى نسبه انتحار، ودي على مستوى العالم كله. ادخل بعديهم الاكتئاب. ما في اكتئاب، واحد عنده مرض لا قدر الله وشايف ان ما فيش استجابه في العلاج، فشل كلوي، ايدز، مرض كانسر، مش وهو حاسس ان ما فيش استجابه وحاسس ان اللي حواليه مش مساعدينه، مفيش الضغط النفسي اللي هو يقدر يساعده والدعم النفسي اللي احنا دايما نقول الدعم النفسي، الدعم النفسي للناس. بيبقى احيانا في ناس بتنسى شويه، في الرجاله او سيدات ولادهم ما بيسالوش عليهم وسايبينهم وبيكتفوا بسؤال في التليفون ولا على السوشيال ميديا وخلاص. بيجي طبعا فراغ وقتي مع فراغ عاطفي يجي في دماغه، طب انا اتخلص من حياتي، انا زهقت. الاكتئاب الوجداني، احنا عندنا اكتئاب وجداني، اكتئاب ما بعد الولاده، اكتئاب ما بعد التقاعد، اكتئاب الناس اللي بيجي لهم اكتئاب من تعاطي ادويه، اكتئاب مع الدوره الشهريه، كل ده اكتئابات احيانا بتبقى عنيفه. والمريض بيسيطر عليه فكره التخلص من الحياه وشايفها هي النجاه الوحيده. مريض الاكتئاب يقول لك انا رايح لربنا مكان احسن من اللي انا فيه. هو فكره كده، ويسمع مدحت صالح في اغنيه رحيم اشوفكم بخير وخلاص، هو بالنسبه له يقول لك ده مكان افضل، وطلع الخطاب اللي كاتبه كله لربنا. طب انا حتى عشان ما حدش يظن ان احنا بنحول الموضوع لهزار، هو الموضوع جد، انا عايز اقعد افكر مع دكتور جمال بصوت عالي ازاي اقدر افهم الاولاد والبنات الصغيرين في السن دول او حتى الرجاله والستات انه سهل قوي نخرج من هذه الحاله وننظر بنظره اكثر تفاؤلا. انا مش بقول لك الدنيا مزهزهه، بس هو اكيد كل حاجه وليها حل. بس مش انا ولا حضرتك، احنا في جزئيتين. احنا لما قلنا ايه فئه المراهقين العصابيين، يعني اهليهم عارفينهم، الاب والام لو مركزين شويه مع اولادهم وهو عارف ان ابنه عصابي يحتوي، هو لو احتوى خلصت. لو الراجل او الست هيحتويه ازاي بقى؟ اتكلم معاه، اسمعه، ما اقعدش كل شويه انقده. يجي الولد يقول له يا بابا ده حصلت مشكله مع اهل خطيبتي، ما انت غلطان، ما انت اللي اخترت غلط، ما اهل دول مش عارف ايه، يا عم انا مش عايز اسيبها، انا بعرض لك مشكله، انا عايز احل. انا عايز اخد خبرتك بقى كأب. يقعد بقى يضغط عليه. تعالى الولد بيشتكي من زمايله. ده زمايلي قالوا لي كذا، ما انت السبب، ما انت طول عمرك اصحابك كذا، ده انت اللي يا عم مش كده، اهمد. الولد بيكلمك اسمع له، اتكلم معاه، قول له حاضر، اديله ثقه في نفسه، قول له لا ان شاء الله نشوف، انا هشوف معاك، لا نحل المشكله دي، لا نساعد بعض، تعال نخرج نقعد يا سيدي بره نتكلم مع بعض، خد ابنك تحت باطك،
يقول لك لو ابنك كبر خويه، ده المثل اللي بيقول انت مش عايز خويه. اللي مصمم ان انت مجرد تدفع فلوس وعمال تحرق في دمه على القرشين اللي انت دفعتهم له. ما انا جبت لك شقه، ما انا جبت لك مش... يا عم خلاص ما انت جبت، الله اكبر ربنا يزيدك، ولكن اتكلم معاه، خفف عنه، ما تبقاش هو الولد. انت عارف ان ابنك ما بيتحملش ضغوط، ما جيش انا اضغط. هي كل القصه ان انا حد يسمعني. النهارده وزاره الصحه لما عملت المنصه الالكترونيه، ودي حاجه يعني تعتبر على مستوى العالم روعه. منصه الكترونيه ادخل هتلاقي دكتور يتكلم معاك، اخصائي نفسي يتكلم معاك، وناس متدربه هيساعدك. يعني احنا بنقول لك طالما ابوك مش عايز يساعدك، بدل ما تدور على دكتور، بدل ما النهارده تقول انا مش عارف اروح لطبيب، معيش فلوس اروح لدكتور، ادخل على المنصه. المنصه لو لقيت عندك انت المشكله فعليا انتحاريه وافكار انتحاريه، هتحجز لك في مستشفى حكومي، هتروح تلاقي اسمك موجود، اتفضل يا فندم هتتحجز.